تطيبه ويوم ما رشحه. الطيب ترى زين، ينشط الخلايا وينشط. انا يعجز عندي من الرجوله. اي والله، واذكر الرجوله كلها لا تطيب. رايحين ان شاء الله يا جماعه لعم سعيد، عم سعيد اللي بيعرس عم سعود. جاي واعكت والله، ما ادري وش كبر سن، ولا ادري وش كبر تفاشر، ولا ادري وش هنه خانه، لكن بروح اسلم على وواسيه. وتعرف عيال عم سعود، بعدي بعدي اللي رقدوا في غرفة بني خيهم. تطيب تطيب وتطيب تطيب، وابوك يدقدق من عصر. اتعد يا اخوي النوم ما تسمح فيه، لو يطق له 10 ساعات ما عنده مشكلة. بعدي 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 اش الله على يا اخوي، مؤدبين مؤدبين عيال عمي سعود. في البيت هذا انا احجز لي الغرض هذا اللي تطلعني اللي 4 بعدين تراني صغير ونكبر عيال وكل عم ويسمع ظلح اللي عانها مسوده. والله قلنا 4 ايام ما تهنانا بالنوم غير اليوم. ولا تقوم تطلب من السماء ما دريت تعيشين شينا. لا البيت البيت هذا مقريين فيه وفي السكينه يا ابن احمد. الصفاط انا من يوم شريت اصلا مصفوط، البيت المصفوط ولا ترتاح فيه. اما المصفوط لا ترى هي ما بالفخفخه ولا بالدورات ولا هب. وش احسن من فخفختها؟ عاد انا مفخخ. تلحق الجاكس ابو غازي تبيعني؟ اي جاكس؟ البيت؟ واخذ معي جاكس اللي شريت. بسم الله الرحمن الرحيم. اثار كبت السرق وقامت هذا بيت بيت يا بندر. لو يا نايف لو سياره كان اشرف. يجي للي صح وما شاء الله تبارك الرحمن، شيء وشالوا فرشهم وشالوا الامور. شفت البيت اللي ما فيه حرمه؟ والله انا مثل الورد الميت. يا شمعه البيت يا لي النظافه الترتيب القوى، احنا من الصبح انا انت جلوس ترى عدتكم على سكر ما ذقنا. والله تكون ما ذقنا، لو قلنا العرب فيه تلقى القهوه والماء والغداء وكل شغلك مرتب والطيب والامور الزرق كلها. انا جينا شلنا فرشنا وكلنا وعيننا من الخير. وش شلت فرش؟ إيه؟ عندك والله يجي من سدح تنك تقدر تنطوه تنطشهن والله يدرق على هن بس. اي والله الله يكتب اجرهن. والله العظيم لا تنشد بس على البيت اللي ما فيه حرمه ما اصلح مره اصلا. ما يكتب دينك غير بحرمه. اي والله هذا نص الدين. نعم ما بحنا عنها. خشيت البيت هذا بيزقني. اخي حرام عند ربك انه بيزقك انا ما بيزقك احد الا الله. وصلنا طريتك هذه يحدك على وش عندنا احنا؟ يا الحرمه اللي قمتن بالبيت حتى احنا مش عندنا. الو سلام عليك، وش ناقص؟ العون ابو ملا غير وش عندنا؟ والله ما عندنا شيء غير علو يا اللي كل شيء عندها. في قوتين تكمل البعض يا ابو. شنو القوتين؟ الزوج والزوجة. شفت قوتك؟ اي والله ناخذتها. خلها خرابي. خلها خرابي. ما بصحيح. والله ناخذتها. هي اللي قمت بالشغل كله. يا ولد انت مستسلم مرة؟ ما على هي حرمة اعتذرت هالزمان 4 شهور والمستشفى. علي الحرم اني مثل المنكسر. ما عاد اقدر اروح. الرعان دجوا والشغلة دجت وانا رايح جاي. عيوني حمرت وسهران ل 10 ايام. خرطي يا رجال. في ذنب تعطلت جوهرات البيت. والله تعطلت الحرم اللي تعطل انت. تبلش بهم. يظلون يتصوم مثل الرحجة الهنية ما حتى ما تعرف تسنعهم وتدبرهم. بعضهم يقول اجيب خدامة لا. خدامة؟ اي. خدامة ما قدام عينك ولا لفيت عودت عليها. طيب انت ابو على وجه. انت ابو على وجه. ابو على وجه؟ انا اروح لاشغالي واروح يسار واروح يمين واروح اجيب اغراض البيت واروح اجيب اغراض البيت بالورعان كله. يبي مش هالورعان والله ما هذا يدوب يروش نفسه. هذا ولدي جاي ما الخلل. اسمع هذا ولدي جاي من ظهره يوم ما روشت بروش كم شبابك. لا تروش والله لا روشه. انت وش تلحق؟ اذا كانوا 5 6 الرجال هذا عنده 6 عندي شربه من بجاهدهم. معك والله ما تجاهد. وش سويت كده؟ والله لا كده وحطه بعيني بعد. انت تروح الدوام من بيجي سنة. انا كب الدوام وكب الشغل وكب كل كب ايش؟ دج مصارف والله كسر صيص هنية. ما شاء الله تبارك الرحمن.
اه لازم لك عصا وجالس لك فندق وتراجع و... الحمد لله. انت مريض صدق ولا تخيل؟ هذا من فضل الله، نحمد الله ونشكره. ها وشلون صحتك؟ صحتي واستباق. انت دايم غرد وجمع في الخارج والداخل، ما انت بيمي ولا انت بعندي. انت تدري عني؟ انا جانا تطمن على بعد ايش؟ بعد شهرين؟ خليك مع السمو والله مع الحجم و... والله يا عمي دور مصالح اني لا ما عزتك اني ما اجي. اي خابر بقى. وبعدين هو ما اما عزه هذه هانه الفقرات ما لقت في ذي غانم غرنت. الحمد لله شلون دورت واحد الغارق؟ هذا امر الله اللي الله امره من حولها رب العالمين. طيب يا عمي لو انها ما جاتك تختارها في من؟ ها؟ لو ما جاتك الفقرات تختارها في من اخوانك؟ رب اللي الله يمرها عليه. من هو؟ عطنا اسم. ما ادري من هو، انا ماني تباها في عم ربيع ولا في عم سعيد؟ لا لا يحميهم الله ان شاء الله، ومن الاسباب ومن الاسرار، واللي الله يبي يجيبه فيه ولا فيهم ما علام. ابوي هي ما كان مختار، انا اعرف الكلام هذا. ابوك ما مصيبته ولا بجايته. لو ترمي بالبندق. عم سهيل وعم سهيل والله عم سهيل. يمكن سهيل الله يشفيه، الله يشفيه بس. دوب ما على هالحاق اقل بس. لا والله ما عاد ما على هالحاق، دوب انه يمشي مع الدرب. وعم ذيب. وعمك ذيب مثله. وذياب والله ذياب ظهر الزين. ذياب ما يحاول ولا بجايته. والله لو انها ناشتي يمكن ما تحسس مثلك. لا ما على ذياب نشيط له الحين. وانت يا عمي يا سنين كلها طرحه البل وتفاشر وشد الحبل اللي في سناب غازي يوم انك ثبت عطوك العرب عين. ولا تسبب لي عبنا حبلكم هذا وشياكم هذا. يا مرحبا يا الربع حياكم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ودنا انها في ابن اخي الرجال هذا ابو غانم. يا ايه حاميها الله ان شاء الله. بعدين لا تمنوا لنا الخير ان شاء الله. ابو غانم غير يكنز في الفلوس ولا شفنا فوايد. والله لا تمنوا. شوف ترى يقولون حسب المعلومات ان شبيه غانم هو ذياب. لا شبيه غانم ابوي. لا ابوك جاسم الخواله. قال جاي بتعلمك انا بتعلمك انا الاشياء اللي وش تبغى يا عم انت؟ يطقون في ظهرك بالمفكات وانت تقول بتعلم على البل. شعلومه طيبه وبشر. والله ما ناقص صغر انت ان شاء الله تطيب وتعافى وتجيها. والله ما ينقص شيء دام ان حييم مر. لا تشيل هم مر. الحمد لله. زال همر. الله يوفقك. تبع علوم امه يا ابوي ولا علوم البل؟ تبع علوم امه ولا علوم البل؟ علوم امك وعلوم البل. امك اطرق من وجهك. قلب المحبتها لها طابع غير. انت الحين ما قلت وشلون اخوانك اللي يدوم منك وشلون الاهل؟ تقول تعال باخذ علوم البل. وش اخواني وخبرهم محلم وقعود ما عندهم علم ولا بهم لون وعندهم شيء. انا عارف بس يا عمي كان اول تنشد عن الورعان بعدين عن البل. لا لا البل افضل لي من الورعان وافضل لي من الاشكال اللي مثلك. فيه ناس بيني وبينك ابغى ابلغك شوي فيهم احذفهم من سنابي. من سنابي اللي صورته ما حد فيهم. لا احذفهم لانهم مكروهين وبيجيك عليهم يمكن مشاكل كثير. وها الرجال يعاني. انا انصحك لا تعتمد على كلام الرجال هذا لين تستشير اخوه الرشيد مقبول. اذا جاك توصيه من مقبول اعتمدها. طيب الرجال اشك ان بنك وبن اخر. اول شيء انت من الشجره المباركه شجره القضاء. وشجره القضاء لا تنقل الا معلومه موثوقه. اي نعم. لا تنقل الا معلومه موثوقه. اي نعم. سمعت؟ اي. تراكم انتم الناس اللي ما شاء الله. وغير هالكلام يعني. عندكم ذكر غيرها يعني الحسابات اخذوها وحولوا. يا ولد ماني بحارف من صورتك ولا شيء. لا تكفى المعجبات لا يشوفني بس. انت كلني تمناك رجال وسيم فيك جاذبيه. هذه لذعه خليها. اي فيك ملوح يا اخوي. وحتى لو والله ما عطى والناس تسابيني لو اني على طبيعتي الاولى رقم واحد. انا اشوف السنه هذه عيونكم تقارب. هذه هي. انظروني العرب والله حط علي باير ان شاء الله. بس واضح يا اخوي امانه معك بلغ لي الاخ سعيد القاضي بن غانم
حرس بعد يومين. صحيح؟ اي نعم بعد بكره. الحمد لله اللي ينجى اخو سعود من الحرس وطاحت هي تبه سعود طاحت في سعيد. في محل هالشهم يا جماعه ومركاز للذيبه والعتيبه ابو فيصل الله يطول عمره. عمرك انت من يسمع ومواقفك يا ابو فيصل والله لو نعدها من هنا ليوم الدين ما نخلصها ولا نوفيها كلها. وما شاء الله ترى الرجال هذا شباب يا جماعه عنهم يبي يعرس واعرس العم سعيد وقوم اعلانه لان لن بس انت الظاهر يا ابو فيصل تقدر وامورك متيسره مع العم سعيد يا ابن الحلال. لا لا مزبوط سعيد ما عليك هينا اذا من الرجال طال عمرك تشجع الامور الباجه السهله بس اهم شيء نبك تشجع سلطان بس ابو عبد الله التكاليف مدفوع التكاليف كلها مره كل شيء كل شيء حتى الشقه يا ولد والله ما خلى عنك الرجال والبر شر من اول شيء صلى على النبي. انت فتحت لي باب ابغاه للراي العام القبلي حق قبيلتنا احنا اي ابو فيصل الرويبه اي هو اللي يستاهل المدح ونعم و70 نعم هذا مثل الشمس ما تغطى. لا شوفوا اخوك بعض الناس يكلف نفسه هذا رجل ما يكلف نفسه هذا على الفطره نافع من صغره وقدامه جده نافع ويوم جت المواقف الحقيقيه ما تصنعها ولا بعض الناس اللي جاء عنده موقف طال عمرك مثل الحكي غبر ويهون هذا ما يهون صح راسي واتمنى الله سبحانه ووفق الله وصلح الله لعياله وهذه شهادة حق يعلم الله كنت اتمنى ان يقولها عن طريق زي كلامكم بحكم لكم مشهور بس انت لا تهرب من الموضوع الرجال قال لك تكاليف الزواج انتم تحاولون تدخلوني في مازق هذا علم طيب يا ابو عبد الله يا اخوي الزواج هذا عندي شغله فيه وشاني ما يعني انا قد حلمت ورايت رؤيا اني استمر على معزبتي يعني لما فسرته قالوا بس امسك اعتبت باب بيت ما هذا قالوا هذه الرؤيا اللي حفظتها والانسان يؤمن بالقضاء والقدر هذا مرحبا ترحيب غالي بغال يهجوي يا حبيب عند رايت مسرى اللي لحق راس الصلف ورا القويعية ودون الخاسرة همومها اكبر من ديون ومن سلف ومن كسرة الخطر ودمع القاصرة حلف اخوه انه يبي شي وحلف انه بخير ولا شي قاصره قد مست الشطة وقد لحقه ثلاث وهم من على الضلع قصير حاصره تدري وانا ادري لو ندور ولو نلف من لا نصرها الله محد الناصر عانوني من عند المجمعة يا جماعة راشد للقصي من سنه وهاشا واذا ركبت الدابة او مقصورتك او سيارتك قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله ترد عليك الملائكة كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان لكم نازل الا البقالة هالحين داقين الطلي ما يمديكم تجوعون لا والله ناخذ نقدة الخط نقدة الخط هذه من غير تسبب لك سكريات وتسبب لا السكر هذا حاسب يا الرب طيب خلوني حاسب لا لا بحاسب ما تحاط على الموت يا رجل بحاسب حساب البقالة نقدر ندور حساب غيري والله اذكركم ونزلت وخليت وهذا اللي خسرنا ما غير نصب في بطني وما ندري وين نروح والله لو جيتني ما حلفت لا اقول حاسب بس رحت لله والله عبني ان هذا مشكوك مر والله دفعنا فيه لان قلنا بس نبرد الديزل يا رجال ونريح انفسنا ما يمشي 150 غير لما اشتغلت هذا وش تشرب هنا والله ما تعين انت وقعت مشاهدات موتر يا ما بعد احمد ما ياكل الماكولات هذه لا ما ياكلها ورجال والله لا ما بها الله يذبح نارك هذا اللي ياخذ الورعان فالكشته انا واستخدمي طلع منه يا سلطان هذا والله ما ينفع يا اخي ما يجرطها لا لا ما ياكل احمد الاشياء هذه ما ياكل هذا ما من الفائده هذا مغر تحذروا منه هذا هو مجدينه يا مجدين خندخندها ولا ما بلدوا حيدر هنا طيب مجانا
لا ما اكل احمد احمد ما غير يذوق هذا سلطان هذا ما انا اخوه يا ولد انت الكرفس فيه بعدين انت مطقم مع الكيك اشعود لو طالت علينا المطاريش اما جنوب الدار ولا شماله اما سرانا ليل ولا مغابيش ولا طاب نوم اللي على الوقت داله ما شوقه وضع انزه الناديش وسومه الاثنين غيرهم حالا اما من آل سعود ولا الحناتيش من غير قاصر برجال الشكالة ولا جات من بوصات ولا مخاشيش هذه مكاسبنا وكل نباله يشوش من هاللي براسه نغاميش ولا الردي يسعود وعيش.